اكيد طبعا في ضحك كتير جدا جدا، في ضحك كتير ومواقف كتير، دي حقيقه. وهو هي هي استاذه شيرين في الاول انا اتخضيت ان انا اشتغل مع استاذ اشرف على البيت، بس قالت لي ان لا ده هو يعني هتحسي ان اكنه هو واحد من اهلك وهتتبسطي جدا، اللوكيشن مريح وهادي. وفعلا كده يعني راجل منضبط قوي في مواعيده، ملتزم جدا بالشغل، مهتم بشغله، هادي، كريم جدا، بيعزمنا على حاجات كتير، عزمنا على اكل كتير قوي قوي قوي، هو يعني بيحب الاكل وكريم جدا، يعني بيعمل لنا عزومات كتير. افتكر مواقف انا ساعات في مشاهد بفك كده واضحك واقعد اضحك مش عارفه كاميرا التصوير، ونعيد بنعيد كتير عشان انا بضحك فيهم. مثلا ممكن ايه، هي بتطلب في مشاهد كتير، هي مطلوب مني ان انا احضر السفره او اطبخ او احمر مش عارفه ايه او اسلق ايه، وانا ما بحبش الطبيخ ولا بفهم فيه ولا بحب احضر السفره ولا شيء. قلت لها كفايه بقى سفره، كفايه مشاهد السفره، كفايه مشاهد المطبخ. زوجة بص يعني اتفرج على حلقة حلقة، مفيش حلقة مفيهاش تحضير سفرة وشيل سفرة وغسيل حوض وطبيخ وكلام كده. زوجة لا ما بحب، مش غاوية مطبخ. ما لقيتيش من دور الام وانت سنك صغير، خاصة ان طلعين الاولاد ده سنهم كبير. اه ما هو عشان سني صغير فمش ما خفتش يعني، مش هيكبرني يعني. عادي اهتمت يعني. لا ما فيش لا مش اطول كبار بس مش اطول مني. لا انا بقول لك انا عشان ممكن لسه صغيره فما ده ما ضايقنيش يعني، ما خفتش ان ده يكبرني. ممكن الممثلات اللي اكبر من كده ما يحبوش يعملوا دور ام يكبرهم، بس انا ما خفتش من الموضوع ده عشان ما عنديش الحته ان انا سني كبير. وممكن عشان انا كمان لسه من 3 سنين او 4 سنين في مسلسل ذات، عملت ثانويه عامه وعملت واحدة كبيرة عندها 50 سنة وبرضو عيالها كانوا كبار، فكله بالميك اب والستايل الشعر واللبس والألوان والطريقة والمشية والكلام وكده بيتغير.